الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني سماحة الشيخ، يعتقد البعض أنكم تقفون عند مذهب معين، هل تتفضلون بقول كلمة في هذا المقام؟ الفتاوى الصادرة مني لا أقف فيها ولا أعتمد فيها على مذهب أحد، لا أحمد ولا غيره، إنما عمدتنا في ذلك تحري ما قاله الله ورسوله، سواء كان في مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو الظاهرية أو بعض السلف المتقدمين. نعم. المقصود تحري ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو اللي نعتمد عليه، لا نعتمد على مذهب أحمد ولا على غيره، إنما نعتمد على ما قاله الله ورسوله وما دل عليه الكتاب والسنة في الأحكام، لأن هذا هو الواجب على كل طالب علم. نعم. جزاكم الله خيرا. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. نعم.